كما دعا الرئيس السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة الوطنية وألا يستمع لمن هم في غير المسؤولية. وأضاف الرئيس السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفه، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم. الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي، لأن أنا شايف وسامع كويس قوي إن الناس في مصر قلقانة. طب أنت قلقان ليه؟ يقول لك أنا خايف عليها، وأنا سعيد بخوفك عليها. فأنا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الأولاني إن ربنا موجود، وهو أعز من الكل وأكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لينا. طب إحنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق. أدي واحد. اتنين، إحنا كدولة بمسؤوليها حريصين على إن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا. الدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت هتبقى مختلفة عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني. يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقي ناس بتتكلم كلام كتير، اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس قداسه البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقولها لكم كلكم، وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول. طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ أنا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، كل سنة وانتم طيبين.